ساينس. تمام، المره اللي فاتت خدنا كده مقدمه او على الكاركترستيك او قلنا ليه الووتر هاز يونيك بروبرتيز، وبعد كده دخلنا في الكيميكال بروبرتيز اوف ووتر وعرفنا الكيميكال ستراكشر اوف ووتر. تعالوا كده نفتكر مع بعض، قلنا ان هو عباره عن اكسجين اتوم جوين ويذ كوفالنت او تو سنجل كوفالنت بوند مع تو هيدروجين اتومز، وطبعا نتيجه ان الاكسجين عنده هاي الكترونيجاتيفيتي فقلنا ان الاكسجين دوت بيشيل حاجه اسمها بارشلي نيجاتيف والهيدروجين بيشيل حاجه اسمها بارشلي بوزيتيف، وطبعا نتيجه ده حاجه اسمها حاجه حصلت اسمها البولاريتي اوف ووتر، ونتيجه البولاريتي في رابطه حصلت ما بين جزيئات الميه اسمها الهيدروجين بوند. فعشان كده قلنا المره اللي فاتت ان الووتر has unique properties او unique characters. طيب النهارده باذن الله هناخد الجزء الثاني من الووتر، هنتكلم على الفيزيكال بروبرتيز اوف ووتر. طيب هي بس معلومه كنت قلتها المره اللي فاتت، السيريوسفير هي للاسف مش سيريوسفير، هي كرايوسفير. تمام، انا بعتذر عن النطق، اسمها كرايوسفير. تمام، طيب طبعا تعالوا كده نراجع على السفيرز المره اللي فاتت. احنا قلنا ان الايرث هاز بايوسفير وكرايوسفير والاتموسفير والهايدروسفير والليثوسفير. طيب نبدا كده الدرس بتاعنا. اول حته في الدرس احنا قلنا بنتكلم على الفيزيكال بروبرتيز اوف ووتر. طب هو اصلا ايه الفرق ما بين كلمه فيزيكال بروبرتي وكيميكال بروبرتي؟ حد يعرف؟ يعني مثلا لو انا جيت قلت لك الكالر اوف ووتر، يا ترى دي فيزيكال بروبرتي ولا كيميكال بروبرتي؟ طيب مبدئيا الفيزيكال الحاجه اللي انت بتشوفها بعينك بتعرف تقيسها وعندها ميجرنج يونتس، خلاص؟ يعني مثلا الكالر يعتبر فيزيكال بروبرتي، دي صفه فيزيائيه للماده. طيب الدنسيتي اللي هناخدها النهارده، طب لو انا اتكلمت على الماس الفوليوم، ايه كمان؟ الكوندكشن اوف الكتريستي، ها؟ كوندكشن اوف هيت، تمام؟ الماجنتيك اتراكشن، كل دي تعتبر خصائص فيزيائيه للماده. بس تمام، الميلتنج بوينت، البويلنج بوينت، دي كلها اسمها خصائص فيزيائيه للماده، احنا بنعرف اسمها. طيب يا ترى الاستراكشر اوف ذا ماتر انت بتعرف تشوفه بعينك؟ لا. طب يبقى انا لو اتكلمت عن الاستراكشر اوف ذا ماتر، لو اتكلمت على الكيميكال رياكشنز اوف ذا ماتر، دي كلها تعتبر خصائص كيميائيه. فاللي انا خدته المره اللي فاتت ده كيميكال بروبرتي او كيميكال كاركترستيك اوف ذا ماتر. النهارده ان شاء الله هنتكلم على مين؟ على الفيزيكال بروبرتيز اوف ذا ماتر. طيب احنا هنتكلم ايه على الفيزيكال بروبرتي للووتر؟ هتكلم على حاجتين بس. اول حاجه هتكلم على الدنسيتي، وده اللي انا هتكلم عليه في الدرس ده. وبعد كده هتكلم على حاجه اسمها سبيسيفيك هيت، دي هناخدها ان شاء الله في الدرس الرابع، ودي اصلا كانت موجوده في المنهج القديم بتاع الكيمياء، كانت موجوده في الترم الثاني. فالحمد لله في حاجات كتيره برضه هتاخدوها. يبقى سبيسيفيك هيت موجوده في الدرس الرابع، لكن الدرس الثاني هنتكلم على الدنسيتي. طيب واخدين من اولى اعدادي كلمه دنسيتي، حد فاكر يعني ايه دنسيتي؟ كثافه. طب يعني ايه كثافه؟ طيب المعلومات الصغيره اللي احنا عارفينها، الكثافه يعني حاجه بتطفو فوق سطح الميه وحاجه بتغوص تحت سطح الميه، صح كده؟ طيب مبدئيا هي الكثافه لما كنا واخدينها هي عباره عن علاقه ما بين مين ومين؟ ما بين ماس وفوليوم. فاحنا بنقول ان الدنسيتي از ذا ماس اوف يونت فوليوم. يعني ايه ماس اوف يونت فوليوم؟ تعالوا كده نفهمها بطريقه افضل. بصوا كده، هو مبدئيا الفوليوم ايه الميجرنج يونت بتاعته؟ حد عارف الميجرنج يونت بتاعت الفوليوم؟ ها؟ سنتيمتر ولا بالظبط كيوبيك سنتيمتر او كيوبيك متر او لتر، ده للليكويد او الملي لتر برضه للليكويد. فاذا الميجرنج يونت اللي انا بستخدمها عشان اقيس بيها السوليد الفوليوم اوف سوليد، اكتر واحده مشهورين او اكتر اثنين مشهورين الكيوبيك سنتيمتر والكيوبيك متر. طيب لو انا جبت 1 يونت منين؟ يعني ايه 1 يونت؟ يعني تخيل كده ان انا جبت هنا 1 يونت، يعني اللينث ب 1 والويدث ب 1 والهايت ب 1، فدي كده اسمها 1 يونت. خلاص عشان بس نفهم تعريف كلمه دنسيتي، تخيل ان انا جبت هنا 1 يونت او 1 كيوبيك سنتيمتر من ماده سوليد، وهنا 1 كيوبيك سنتيمتر من ماده ليكويد، وهنا 1 كيوبيك سنتيمتر من ماده جاز. تعالوا كده يا ترى نعرف اول واحده انا حطيت فيها كميه بارتكلز قد ايه، وتاني واحده في ال 1 كيوبيك سنتيمتر ده
انا حطيت فيها كميه ماده قد ايه، والثالثه حطيت فيها كميه من البارتكلز قد ايه. من المنظر ده مين شايف ان كميه البارتكلز اكتر يا ترى، في السوليد ولا في الليكويد ولا في الجاز؟ في السوليد. طب بما ان انا عندي هنا بارتكلز كتير، فهنا الماس اكتر ولا اقل؟ ها اكتر. خد بالك انا هنا مثبته الفوليوم وهنا مثبته الفوليوم وهنا مثبته الفوليوم. انا واخده 1 يونت 1 يونت، يعني هنا 1 كيوبيك سنتيمتر وهنا 1 كيوبيك سنتيمتر وهنا 1 كيوبيك سنتيمتر. تخيل كده ان انا عندي اهو مكعب، المكعب ده بدات احط فيه كور من السوليد، مكعب تاني نفس الحجم بدات احط فيه كور ثانيه من الليكويد، ومكعب ثالث بدات احط فيه نفس عدد او سوري عدد من الكور بس في الحاله الغازيه. يا ترى في الاولى هحط كام وفي الثانيه هحط كام وفي الثالثه هحط كام؟ العلماء لقوا ان هنا مثلا بص كده كميه الماده اللي موجوده في 1 يونت قد ايه؟ طب وهنا كميه الماده اللي موجوده زادت ولا قلت؟ طب نعرف بقى ليه؟ يا ترى هنا ليه كميه البارتكلز اللي موجوده كتير؟ ها؟ برافو، معنى ان الاتراكشن فورس ما بين السوليد عاليه، يعني معنى كده الديستنس بتوين ذا بارتكلز كبيره ولا ماسكين في بعض؟ ماسكين في بعض. يبقى انا لما الحاجه تبقى ماسكه في بعض تخليني احط عدد اكبر هنا في الوان يونت، صح كده؟ طيب نيجي للليكويد ستيت. في الليكويد ستيت هتلاقي ان في ايه ما بين البارتكلز؟ ها؟ سبيس، ديستنس. اذا نتيجه عدم وجود الديستنس بتوين البارتكلز فخليت هنا كميه بارتكلز كتير، فاذا الماس كتير، فاذا الدنسيتي اكتر، فالدنسيتي بالسوليد بتبقى اكتر من الليكويد. طب والليكويد اكتر من الجاز؟ بص هنا في الجاز انا حاطه في الوان يونت قد ايه؟ معلش دي غلطه، دي وان يونت برضه. ها بص كده انا في الجاز حاطه بارتكلز قد ايه؟ كتير ولا قليل؟ قليل. يا ترى ليه قليل؟ عشان الديستنس بتوين ذا بارتكلز ان ذا جاز ستيت في مسافات كبيره ما بينهم ولا المسافات قريبه؟ مسافات كبيره، فللاسف فده خلاني احط كميه قليله. طيب لو انا بقى جيت خدت الماس بتاعت الثلاثه هتلاقي ان الماس بتاعت السوليد ال1 يونت فوليوم ها اكبر من الليكويد والليكويد اكبر من الجاز. يبقى اذا ايه اول فاكتور بيأثر على الدنسيتي؟ ها الديستنس بتوين ذا بارتكلز. لغايه دلوقتي في مشكله؟ فهمنا ايه اول فاكتور ياثر على الدنسيتي؟ فهمنا اصلا كلمه دنسيتي يعني ايه؟ يبقى it is the mass of particles in one unit volume. تمام؟ طيب تعالوا نتكلم على الماس سوري على الدنسيتي للسوليد برضه. يعني تخيل ان انا عندي مادتين سوليد، حديد الدنسيتي بتاعته 7.8 جرام بير كيوبيك سنتيمتر، وعنصر تاني اسمه الاوزنيوم. العنصر ده يمكن اول مره تسمعوا عنه، بس الاوزنيوم دوت هو اكبر كثافه موجوده للعناصر. عارفين الكثافه بتاعت العنصر ده بكام؟ 22.5. مع ان ده سوليد ده سوليد يا ميس، ما احنا لسه قايلين ان كل السوليدز ها المسافات اللي ما بينهم قريبه جدا. طب العلماء بداوا يفكروا يا ترى ليه الاوزنيوم عنده هاي دنسيتي لكن الحديد دنسيتي بتاعته اقل مع ان الاثنين سوليد؟ يبقى مين بيقول لي الفاكتور اللي ممكن ياثر لو نفس المسافه ما بين الجزيئات؟ انا عندي نفس الجزيئات، نفس عدد الجزيئات مثلا موجود هنا في الحديد زي الاوزنيوم، الديستنس قليل زي ما هي. طب ايه العامل اللي ممكن ياثر تاني؟ لا هما خد بالك ان انا بقيس الدنسيتي لاي عنصر في درجه في نفس درجات الحراره، ما بغيرش درجه الحراره. ها مين يقول لي؟ البريشر والتمبريتشر دي بتبقى عوامل ثابته، لازم اثبت اثناء قياس اي عمليه فيزيائيه. ها ما هو الاتراكشن مخلي لي الديستنس ثابته. طب تيجي نتكلم شويه على حجم الجزيئات نفسها، الماس بتاعت الجزيئات نفسها. يعني مثلا في الحديد هتلاقي ان الجزيء الواحد من دول اخف من الجزيء الواحد من الاوزنيوم. يبقى هنا معنى كده ان العامل الثاني اللي بيأثر على الدنسيتي ايه؟ الماس اوف بارتكل. يبقى انا كده عندي اثنين عوامل بيأثروا على الدنسيتي. تعالوا كده تاني، اول حته من الدرس قلنا ان انا بدرس الخصائص الفيزيائيه للموتر. اول خاصيه الدنسيتي، ثاني خاصيه سبيسيفيك هيت. قلنا يعني ايه كلمه دنسيتي؟ ها it is the mass of the object in 1 يونت، خلاص؟ او ان كيوب 1 كيوبيك سنتيمتر.
صح. طيب قلنا انا هنا عندي 1 يونت وهنا 1 يونت وهنا 1 يونت، يا ترى ليه السوليد عندها هاي دنسيتي بان الليكويد والليكويد اقل اعلى من الجاز؟ قلنا اول عامل المسافات البينيه اللي ما بين البارتكلز، فده خلاني احط في ال1 كيوبيك سنتيمتر ده عدد اكبر، فده خلى الماس زادت فالدنسيتي زادت. لكن هنا في سبيسز بدات تظهر، فالعدد اللي انا حطيته في حاله الليكويد اقل، لكن في حاله الجاز اقل بكتير. فده اول عامل بيأثر على الدنسيتي اللي هو distance between the particles او the distance between molecules. طيب لو انا اتكلمت على الصلب نفسه، قلنا ان انا عندي عنصرين، الحديد الكثافه بتاعته 7.8 وعنصر تاني زي الاوزنيوم، الاوزنيوم ده اتقل عنصر موجود او يعني الدنسيتي بتاعته اتقل حاجه بكام تقريبا 22.5. طب ايه سبب ان الدنسيتي المختلفه ده مع ان ده سوليد مع ان ده سوليد؟ فالعلماء لقوا ان البارتكل نفسه بتاع الاوزنيوم الماس بتاعته اتقل من البارتكل بتاعت مين؟ ها بتاعت الحديد. يعني مثلا لو انا حاطه هنا 10 مولكيولز والاوزنيوم برضه حاطه 10 مولكيولز على نفس العدد اهو، هنا ايه اللي اختلف عن هنا؟ الثقل بتاع الماس بتاعت البارتكل نفسه. يبقى انا كده عندي اثنين فاكتورز بتاثر على الدنسيتي. يبقى احنا اتفقنا ها density is the mass of unit volume. فهمنا اصلا يعني ايه mass of unit volume. طيب بعد كده طبعا اهو بص كده ها بشوي at certain a temperature، انا لازم اثبت temperature. طيب because يا ترى بقى ايه اللي بيغير الدنسيتي من ماده لماده؟ اول حاجه الفاكتورز اللي بتاثر عليها ها الماس of the molecules and the distance between the molecules. فدي اتفهمت؟ تمام؟ طيب تعال نتكلم كده بصفة عامة على رول للسوائل بصفة عامة، خلاص؟ طيب الرول ده أنا هقوله للسوائل، تمام؟ ماليش دعوة دلوقتي بالووتر، أنا هقول الجنرال رول بتاع الليكويد، الدنسيتي أوف ليكويد، وبعد كده هتكلم عن مية لوحدها. مبدئياً هي الدنسيتي، إيه القانون بتاعها؟ ها؟ من الديفينيشن هو ماس بير يونت فوليوم، يعني ماس على مين؟ على فوليوم. طيب سؤال، ايه الريليشن اللي ما بين الدنسيتي والماس؟ دايركت. يعني ايه دايركت؟ يعني لما الدنسيتي لو الماس ها زادت بتاعت البارتكلز الدنسيتي هتزيد زي ما احنا شفنا. بس معلومه صغيره، ده لما اقارن ما بين مواد، لكن للماده الواحده الدنسيتي ثابته ما بتتغيرش للماده الواحده. المعلومة دي مش موجودة بس لازم تبقى عارفها. يعني مثلا الدنسيتي بتاعت الموتور كام؟ زي ما هناخدها دلوقتي 1 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. طب انا لو عندي 1 لتر الدنسيتي بتاعته برضه 1 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. طب لو عندي 2 لتر برضه 1 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. طب لو عندي 1 كيلو 1 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. ها لو عندي مثلا 2 كيلو برضه 1 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. لكن اللي انا بقوله ده لما بقارن مادتين مع بعض، تمام اتفقنا؟ ماشي نرجع تاني، هنا عندي density وعندي ماس، ها ايه العلاقة ما بين الماس والدنسيتي؟ دايركت. طب ايه العلاقة ما بين الدنسيتي والفوليوم؟ انفرس. فانا لما بلاقي واحد فوق والتاني فوق اهو، ما هي دي اكنها على واحد اهو، ها فدي فوق ودي فوق في البسط والبسط، ودي واحدة في المقام وواحدة في البسط، خلاص؟ يبقى دي زي دي يبقى دايركت، دي زي دي سوري عكس بعض يبقى انفرس. اتفقنا؟ طيب تعالوا كده نتفق على حاجه كده في الجنرال، في الجنرال رول فور ذا دنسيتي اوف ليكويد. احنا كنا واخدين قبل كده ان لما درجه الحراره بتزيد قولوا لي الاجسام اكسباند ولا كونتراكت؟ ها اكسباند. واخدين الكلام ده من زمان من رابعه ابتدائي صح؟ طيب تاني ضرور واخدينه ان لما بزود درجه الحراره ها البارتكلز اكسباند ولا كونتراكت؟ اكسباند. طب كلمه اكسباند يعني ايه؟ يعني يتمدد، يعني الفوليوم بتاعي بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. طيب الحاجه لما بتبرد ها اكسباند ولا كونتراكت؟ طب كلمه كونتراكت يعني الفوليوم بتاعها بيقل. طب تعالوا نتكلم على الجنرال رول للليكويد اهو. الليكويد لما برفع درجة الحرارة هنقول نفس الكلمتين، التمبريتشر لما بتزيد ها اكسباند ولا كونتراكت؟
expand. يعني معنى كده ان الفوليوم increase ولا decrease؟ ها الفوليوم هيحصل له ايه؟ بالسمع increase. تمام اهو ما هو معنى كلمه expand يعني increase. طيب هنا كده density مين يقول لي الفوليوم اهو زي الدنسيتي ولا عكسها؟ عكسها. يبقى لما الفوليوم increase الدنسيتي decrease. في مشكله في الكلام ده؟ طيب ممكن اقولها لك بطريقه ثانيه؟ هعكسها عشان ما نتلخبطش، المهم ان انا ابقى فاهم. طيب التمبريتشر لو قلت يبقى الفوليوم هاكن كونتراكت، الماده بيحصل لها كونتراكشن يعني الحجم بيقل اهو. طيب يبقى الدنسيتي هتزيد. في مشكله في الكلام ده؟ تمام. اذا انا عندي هنا الجنرال رول as temperature decrease. طب ال volume of the substance decrease. طب يبقى ال density increase. طب بما ان الووتر هو سائل عاق هيبقى نفس الكلام ولا في exception؟ في exception. طيب بس تعالوا نفهم ال exception ده امتى، وقبل ما نفهم ال exception تعالوا نعرف ثوابت. عند 4 degrees Celsius للووتر العلماء لقوا ان ال density of the water ده رقم ثابت اللي هو كام؟ 1 gram per cubic centimeter. ها تاني، at 4 degrees Celsius mass of 1 cubic centimeter is 1 gram. ما انا لو قسمت 1 gram على ال 1 هتديني 1 gram per cubic centimeter. في مشكلة في الكلام ده؟ خلاص؟ إذا ال density of water كام؟ 1 gram per cubic centimeter. يبقى أنا كده أول معلومة لازم أعرف ال density of the water كام؟ 1 gram per cubic centimeter. بس ده عند درجة حرارة كام؟ مش إحنا لسه قلنا ال density لازم أثبت لها درجة الحرارة؟ يبقى at 4 degrees Celsius. بس مبدئيا قبل ما نقول بس، إحنا في الفيزيكس خلاص لو كنتوا أخدتوا طبعا المنهج القديم كنت أول حاجة بتاخدوها الانترناشونال سيستم. إيه الانترناشونال سيستم ده؟ يعني مثلا في إنجلترا بيستخدموا وحدة الطول يا إما الفوت يا إما اليارد. طب إحنا هنا بنستخدمها؟ لا ما بستخدمش ولا فوت ولا يارد. طب أنا هنا عادة بستخدم إيه؟ السنتيمتر. فالعلماء اتحدوا كده مع بعض وقالوا يا جماعة إحنا هنوحد الميجرنج يونتس في حاجة اسمها انترناشونال سيستم. فالانترناشونال سيستم ده هي توحيد للميجرنج يونتس على مستوى العالم كله. فقالوا يا جماعه ان احنا هنستخدم الميجرنج يونت بتاعه الماس مش هتبقى جرام، هتبقى ايه؟ كيلو جرام. اذا ايه هي الانترناشونال سيستم فور ميجرنج ذا ماس؟ كيلو جرام. طب امال ايه الميجرنج يونت في الانترناشونال سيستم للفوليوم؟ هتبقى كيوبيك متر. خلاص؟ مش الميجرنج يونت اتغيرت؟ اذا لازم الرقم هيتغير فهيبقى كام؟ 1000 كيلو جرام بير كيوبيك متر. يبقى تاني لو سالك على الميجرنج يونت العاديه اللي هي جرام بير كيوبيك سنتيمتر يبقى الدنسيتي بتاعت الموتور كام؟ 1. طب لو سالك على الانترناشونال سيستم يبقى كيلو جرام بير كيوبيك متر. في الحاله دي الدنسيتي بكام؟ 1000. يبقى تاني at 4 degrees Celsius ها ال density كام بالجرام بير كيوبيك سنتيمتر؟ 1. طب كام بالكيلو جرام بير كيوبيك متر؟ 1000. في مشكله في الكلام ده؟ طيب حلو قوي. نيجي بقى لاقل من الاربعه وهو هنا اللي بيحصل اللي اكسبشن. يا ترى ال temperature decrease to 4 degrees Celsius اقل من 4 درجات سنزيل. بصوا كده تاني ها هنا بقى ال temperature هتبدا تحصل لها ايه؟ تقل عن كام؟ 4. ما بين 4 لغايه ما بتوصل للزيرو عشان تكون التلج. يا ترى ايه اللي بيحصل؟ مين فاكر كده ايه اللي ما بين الجزيئات بتاعه الهيدروجين بوند الجزيئات بتاعه الووتر؟ فكروني كده كان في ايه؟ ها هيدروجين بوند اهي. بصي كده الهيدروجين بوند دي برضه بسببها خصائص الميه اختلفت. امتى؟ لما بتبقى من كام لكام؟ less than 4 لغايه 0 ديجري سيلسيوس. ايوه ايه اللي بيحصل يعني؟ الووتر موليكيولز دي كده عند 4 درجات سيلسيوس اهي. بصي
كده الشكل بتاع الووتر موليكيولز. طيب نيجي كده اقل بقى لما تبدا تقل عن الاربع درجات سيليزيه ايه اللي حصل؟ الميه جزيئات الميه بدات يحصل لها ايه؟ تترتب اهي. بص كده مين الشكل المرتب ده ولا ده؟ لا ده. طب مين اللي خلاها تبدا تترتب بالمنظر ده؟ الهيدروجين بوند فعملت لي شكل اهو هيكساجونال شيب صح؟ طب سؤال الهيكساجونال شيب ده حجمه كبير ولا صغير؟ ها بص كده الحجم هنا عمل ايه؟ كبر. بص كده اللي حصل للهيكساجونال شيب ده، ما هو خد بالك هنا في سبيس جوه، فالسبيس ده يزود الحجم ولا يقلل الحجم؟ يزوده. خلاص؟ يبقى ايه اللي حصل لما درجة الحرارة قلت تحت 4 درجة سيليزية؟ الووتر مولكيولز بسبب وجود الهيدروجين بوند بدأت الووتر مولكيولز تترتب في شكل ايه؟ هيكساجونال شيب. الشكل ده عمل لك ايه؟ زود الحجم ولا قلل الحجم؟ زوده. خلاص كده في مشكلة؟ طب نرجع كده تاني للي احنا عاملينه. لما التمبريتشر تقل لغاية less than 4 ديجري سيلسيوس، التمبريتشر قلت، الفوليوم يحصل له ايه؟ ها الفوليوم اهو هنا انا بتكلم على الرسمة دي. هنا الفوليوم حصل له ايه يا محمد؟ زاد ولا قل؟ ليه زاد؟ عشان الموليكيولز اترتبت في شكل ايه؟ هيكساجونال شيب. الشكل ده زود لي الحجم ولا قلله؟ زوده. طب لما الحجم يزيد نرجع تاني، الحجم زاد اهو، ايه اللي هيحصل للدنسيتي؟ هتقل عشان ما بينهم انفرس ريليشن. وده اللي بيحصل لو حضرتك جبت ازازه مليانه على الاخر بالميه، خلاص؟ جربوها كده في البيت، ويا ريت تبقى ازاز بقى عشان ايه؟ تنفجر وتسمعوا صوت. مليانة على الاخر بالميه وحطيتها في الفريزر لغايه ما تتلج، لو مليتها على الاخر مفيش نفس، الميه الازازه بيحصل لها ايه؟ تتفجر. ليه يا ترى انفجرت؟ معنى كده ان الحجم زاد ولا قل؟ زاد. اهو الحجم زاد، عشان كده الحجم لما زاد ضغطت على الجدران بتاع الازازه، فطبعا مفيش سبيس فقامت انفجرت. خلاص؟ طب الدنسيتي ايه؟ لو انا خدت نفس التلج ده بعد ما انفجر وحطيته على الميه، فلوت ولا سينك؟ التلج بيطفو فوق سطح الميه ولا بيغوص؟ بيطفو فوق سطح الميه. اهو الدنسيتي اهي قلت ولا زادت؟ قلت. يبقى احنا ليه الدنسيتي بتبدا تقل لما الماده بتتحول لتلج؟ لان كان الفوليوم زاد. ومين السبب اصلا في كل المشاكل اللي عملها لنا دي؟ الهيدروجين بوند، نتيجه وجود الهيدروجين بوند ما بين جزيئات الميه. فمجرد ما درجه الحراره قلت للزيرو ديجري سلسيوس بدأت البارتيكلز يا يوسف تترتب في شكل الهكساجونال شيب، فالفوليوم زاد والدنسيتي قلت. طب هو ده نفس الرول بتاع بقيه السوائل؟ لا. ها فاكرين بقيه السوائل كان فيها ايه؟ التمبريتشر لو قلت الحجم هيقل والدنسيتي هتزيد. اذا هنا الووتر عنده اكسبشن ولا لا؟ امتى؟ من كام لكام؟ less than 4 degree celsius to 0 degree celsius. عشان كده التلج لما درجه حرارته بتوصل او التلج بصفه عامه لما بيتكون حجمه بيزيد والدنسيتي بتاعته بتقل. تمام؟ تفهم الجزء ده؟ دي اكتر حته في الدرس لازم تفهمها. طيب تعالى بقى كده نعيد الكلام ده تاني، هتلاقيه معاك في حتت كتير قوي في الدرس. يبقى تاني لما درجة الحرارة، قلنا درجة الحرارة عند 4 درجة سيليزية وعند 4 درجة سيليزية الـ density of the water 1 gram per cubic centimeter أو 1000 per kilogram sorry 1000 kilogram per cubic meter. ده الـ density دي بتزيد ولا بتقل عند الصفر؟ بتقل. إذا معلومة صغيرة، أعلى density عند كام؟ 4 درجة سيليزية. وبعد كده بص كده لما درجة الحرارة بتقل، ها ايه اللي هيبدأ يحصل؟ الدنسيتي بتبدأ تقل. تمام؟ في مشكلة في الكلام ده؟ تمام. طيب يبقى احنا اتفقنا water undergo the general law خلاص؟ which state that density increase and temperature decrease، بس ده عند درجة الحرارة كام بس؟ 4. لكن مجرد ما الميه بتقل درجه حرارتها عن 4 بتمشي تبع قوانين السوائل ولا بتختلف؟ بتختلف تماما. خلاص كده الجزء ده اتفهم؟ تمام؟ ماشي. تعالوا كده نتكلم على الووتر
احنا كده اتكلمنا عن الفوتور بستعرف. احنا هدفنا اصلا نروح لمين؟ للهايدروسفير، البيئه المائيه، سواء في الاوشن او في الريفر. فاحنا هنا هنتكلم على الاوشن. طيب يا ترى ايه الفاكتورز اللي بتاثر على الدنسيتي اوف ذا اوشن؟ ها مبدئيا انا عندي دلوقتي محيط، فبنبدا نشوف يا ترى الدنسيتي بتاعت اللايرز اللي موجوده في المحيط كلها قد بعض ولا لا. طيب الدنسيتي دي لما هتختلف زي ما هنشوف دلوقتي في حاجه بتنتج. العلماء لقوا ان الووتر كارنت او الاوشن كارنت هي اصلا نتيجه اختلاف الدنسيتي في اللايرز بتاعت الاوشن. يعني ايه اوشن كارنت؟ حركة المية الموجودة في المحيط. طب سؤال، هو حركة المية من فوق، المية من فوق بتتحرك صح؟ تمام؟ نتيجة ايه؟ بتتحرك من فوق في البحر اللي انت شايفها اوريدي. نتيجة الهواء. طب هي المية بتتحرك تحت في اللايرز اللي موجودة تحت في المحيط؟ ايه رأيكم؟ بتتحرك. خلاص؟ بتتحرك. طب ايه السبب في حركة المية اللي موجودة تحت في الاوشن او في البحار؟ الايه؟ زلزال بسيط. طب لو مفيش زلزال المايه مش هتتحرك؟ لا بتتحرك، هي دايما في حاله حركه مستمره. خلاص؟ طب المايه اللي فوق على سطح المحيط انت بتشوفها وهي بتتحرك نتيجه مين؟ نتيجه الهواء اللي فوق. طب امال اللي تحت؟ ما مفيش هواء تحت، فنتيجه اختلاف الدنسيتي. طيب فاحنا لازم نعرف الاول هو الدنسيتي في طبقات المحيط اختلفت ليه؟ نتيجه ثلاث عوامل. اول فاكتور هو البريشر. تاني فاكتور هو الاماونت اوف سولت واللي انا بسميها سالينيتي، درجه ملوحه الميه. يبقى تاني عندي كام فاكتور هيأثر على الووتر على الدنسيتي؟ ها 3. اول فاكتور البريشر، تاني فاكتور سالينيتي او ذا اماونت اوف سولت، تالت فاكتور التمبريتشر. يبقى تاني انا عندي 3 فاكتورز افكتنج ذا دنسيتي اوف ذا اوشن او ذا لايرز اوف ذا اوشن. ها اول فاكتور البريشر. طيب مبدئيا كده بالراحه عشان نفهم البريشر، لو انا جيت قلت لك انا عندي الاوشن اهو خلاص ده الميه ودي الطبقات اللي بعدها اهي، تخيل يعني ان دي طبقات اللايرز بتاعت الاوشن. حضرتك واقف هنا خلاص وفي حد تاني او انت برضه يعني قمت نازل شويه تحت الميه خلاص، يا ترى البريشر فوق زي البريشر تحت؟ مين اعلى؟ تحت. ليه؟ ما انا عارف ان هو الضغط هو البريشر، يا ترى ليه؟ ها؟ طيب بالراحه تعالوا نتكلم كده بالعاميه، انا دلوقتي فوق مين اللي ضاغط عليا بس؟ الهواء. طب انا هنا تحت مين اللي ضاغط عليا؟ الهواء والميه. طب تعالوا نتكلم على طبقات الجزيئات اللي موجوده هنا تحت خلاص، الجزيئات اللي هنا مش في هنا ضغط عليها ناتج عن الاتموسفير الاوتر لاير بتاع سوري الاوتر اير وكمان الطبقات اللي فوق من الميه. طب سؤال، انا كل ما البريشر بيزيد انا عمال اضغط اهو، اضغط اضغط اضغط، يا ترى البارتكلز تبعد عن بعض ولا تقرب من بعض؟ تقرب. اهو انت حتى لو ماسك بالونه قلت لك اضغط تعمل ايه اول حاجه تعملها؟ عمر اول حاجه نعملها ايه لما اقول لك اضغط على حاجه؟ ها الضغط. يبقى الحجم دايركت يقل ولا يزيد؟ يقل ولا يزيد؟ يقل. انت لما بتضغط على حاجه فبتقلل الحجم بتاعها، يبقى اذا هنا لما البريشر بيزيد الفوليوم هيحصل له ايه؟ ها الفوليوم هيقل. انا سمعت الناس بتقول هيزيد ضغط، اضغط امسك كده يا بالونه وافضل اضغط عليها، ايه اللي هيحصل للحجم بتاع البالونه؟ ضعف. هيقل ولا هيزيد؟ هيقل. تمام. فوليوم قل، دنسيتي يحصل لها ايه؟ ها انكريس. اذا انا كل ما بنزل تحت في المحيط البريشر يزيد، الفوليوم يقل، الدنسيتي تزيد. اذا طبقات البحر او طبقات المحيط كلها نفس الضغط؟ لا. نفس الفوليوم؟ لا. نفس الدنسيتي؟ لا. اذا في اختلاف في الدنسيتي نتيجه اختلاف مين؟ البريشر. لغايه دلوقتي فيها مشكله؟ تمام. طيب لو انا حبيت ارسم جراف ما بين البريشر والفوليوم، ها دايركت ولا انفرس؟ انفرس. يعني كل ما البريشر يبدا يزيد الفوليوم هيقل. طب لو رسمت ريليشن ما بين البريشر والدنسيتي دايركت، اذا كل ما البريشر بتزيد الدنسيتي بتزيد، اذا اهو ادي البريشر وادي الدنسيتي، اذا في دايركت ريليشن.
خلاص فهمنا الحته دي. يبقى تاني، يبقى احنا اتفقنا اول فاكتور هو البريشر. As pressure increase with depth، يعني كل ما بنزل في قاع المحيط ايه اللي هيحصل للووتر مولكيولز؟ get closer، يعني بتبدا تقرب من بعض لان انا بضغط عليها، في عوامل خارجيه عماله تضغط عليها. فاذا الفوليوم بتاعي less volume يعني low volume، يبقى density increases. صعبه؟ طيب مين فاكر الفاكتور الثاني؟ ها salinity. يعني ايه كلمه salinity؟ amount of salt in the water. معلومه صغيره، كميه الميه اللي موجوده النورمال اوشنز هتلاقي في كل لتر ميه بيبقى دايب فيه 35 جرام من الملح. خلاص دي اسمها النورمال salinity. نورمال salinity ها عباره عن كام؟ 35 جرام per each liter of water. ممكن تعملها انت بطريقه ثانيه، لو كوبايه ميه في البيت حطيت فيها معلقتين ملح، هي نفس ملوحه المحيطات، بس اكيد طبعا كل محيط له درجه من الملوحه غير الثانيه، وكل منطقه كمان غير الثانيه. طيب نيجي نشوف يا ترى ايه تاثير بقى السالينيتي او كميه الملح في الدنسيتي بتاعه الميه. تعالوا نقارن ما بين اثنين، كميه ميه بس وكميه ميه فيها ملح، ها مين الاكثر؟ يعني مثلا عندي 10 جرام ميه و10 جرام في ميه بس حطيت فيهم ملح، مين الماس بتاعته اكتر؟ الميه بس ولا الميه بملح؟ اكيد الميه بملح. اذا تعالى كده نكتب الفاكتور الثاني اهو، السالينيتي. ها سالينيتي، السالينيتي دي معناها ان انا بزود نسبه مين؟ الملح. طب بزود نسبه الملح يعني الماس بتاعه الموتر انكريز ولا ديكريز يا يوسف؟ انكريز ولا ديكريز؟ ها سبعه، انكريز ولا ديكريز؟ انكريز، يبقى الماس بتاعه الموتر انكريز. خلاص سؤال، فكرني كده قانون الدنسيتي ايه؟ الدنسيتي ايكوال ايه على ايه؟ ماس على فوليوم. طب لما الماس تزيد الدنسيتي هيحصل لها ايه؟ هتزيد. اذا هنا الدنسيتي انكريز دايركت ولا انفرس؟ دايركت. ايه ده زي مين؟ زي البريشر. يبقى انا كده اول فاكتور كان مين؟ بريشر. ها بريشر يزيد، فوليوم يقل، دنسيتي تزيد. طب تاني فاكتور كان ايه؟ سالينيتي. سالينيتي يعني بزود كمية صولت، صولت بيزيد، يبقى ماس بتزيد، يبقى الدنسيتي هتزيد. تمام؟ نيجي تالت فاكتور اللي انا لسه متكلمة عليه من شوية، اللي انا بدأت بالحس اصلا، تمبريتشر. هي نفس الفاكتور اللي انا كنت متكلمة عليها اللي هي درجة الحرارة. طبعا التمبريتشر افكت ذا دنسيتي اوف ذا اوشن. خلاص التمبريتشر بصفة عامة، ها تعالوا كده نراجع عليها تاني عشان ما نتوهش. بصفة عامة هنجمع كده التقسيمة دي كلها للليكويد، نجمع كل اللي قلناه، أي ليكويد غير الموتر، أنا دلوقتي مش بتكلم على الموتر، أي ليكويد. تمام؟ ها فكروني، لما التمبريتشر بتزيد الفوليوم، افتكرها تاني، الليكويد درجة حرارته بتزيد فبيحصل له اكسباند، اكسباند يعني الفوليوم هيزيد، يبقى الدنسيتي هتقل. طب العكس نفس الفكرة، لو أنا قلت لك طب أنا قللت درجة الحرارة يبقى الفوليوم هيقل ولا هيزيد؟ هيقل، يبقى الدنسيتي هتزيد. خلاص؟ طيب ده نفس الكلام على فكرة لما المية تبقى عند درجة حرارة كام؟ 4، يبقى ووتر برضه اهي، بس عندي كام؟ ووتر ات 4 ديجري سلسيوس. تعالى كده نشوف هنا الميه عند 4 درجات سلسيه ايه اللي بيحصل فيها؟ نفس الكلام لما انا ببقى مثلا عندي 30، نفس الفكره عندي 30 درجه سلسيه، ايه اللي هيحصل لما درجه الحراره هتقل؟ اهو التمبريتشر هتقل، يبقى الفوليوم هيقل، يبقى الدنسيتي هتزيد، وبتبقى اكبر قيمه ليها عند كام؟ 4 degrees celsius. اذا عند 4 درجات سلسيه الدنسيتي بتاعت الموتر بتبقى كام؟ 1 gram per cubic centimeter او 1000 gram per cubic meter. بس خد بالك دي كثافه الميه العذبه، البير ووتر مش الاوشنز.
تمام؟ طيب نكمل. يبقى عندنا الدنسيتي عند 4 ديجري سلسيوس اعلى ما يكون، والفوليوم عند 4 ديجري سلسيوس اقل ما يكون. اتفقنا؟ امتى بقى الاكسبشنز بتاعت الموتور، الابنورماليتي بتاعت الموتور بتظهر؟ يبقى هنا يبقى less than 4 degree Celsius، اهي less than 4 degree Celsius. ايه اللي هيحصل للتمبريتشر؟ هتقل الفوليوم. فكروني كده بيحصل له ايه؟ يزيد. ليه عمر بيزيد؟ عشان بيعمل ما بين جزيئاته بيعمل شكل اسمه hexagonal shape. ايه سبب الhexagonal shape ده؟ وجود الهيدروجين بوند. يبقى هنا الفوليوم هيحصل له ايه؟ هيزيد. طب الدنسيتي هتقل، وده السبب الاساسي اللي بنلاقي فيه. بصوا كده المحيطات اهي، سيبك من دي دلوقتي. ايه اللي بيبدا يحصل بقى في الاوشنز؟ بتلاقي على السيرفس بتاع الاوشن ها التلج. طب وليه تحت ما بيبقاش في تلج؟ طيب قبل ما نوصل للحته دي خلاص، يعني انا سبقتها شويه، بس تعالوا الاول نكمل بنفس ترتيب الدرس. يبقى احنا اتفقنا ان الدنسيتي دايركت والانفرس مع البريشر دايركت. طب الدنسيتي مع السلينيتي دايركت. طب الدنسيتي مع التمبريتشر عند 4 ديجري سلسيوس انفرس، اهي عند 4 ديجري سلسيوس. خلاص تمام. وطبعا هتبدا تقل تاني عند الدنسيتي هتبدا تقل less than 4 degree Celsius. في مشكله في الجزء ده؟ مفهوم؟ تمام. طيب انا بقى دلوقتي عندي اختلاف في الدنسيتي واختلاف في البريشر. طب هسالكم سؤال اكيد خدته في الجغرافيا. الرياح بتنشا نتيجه ايه؟ حد عارف؟ يعني الرياح بتجي لك من مناطق ايه لمناطق ايه؟ من الضغط العالي للضغط المنخفض، صح؟ طب انا لو عندي في المايه نفس الكلام، مناطق فيها ضغط عالي ومناطق ضغط منخفض، مناطق فيها الدنسيتي عاليه ومناطق فيها الدنسيتي قليله، يا ترى الميه هتفضل زي ما هي ولا الميه هتبدا تتحرك؟ تتحرك على بسبب اختلاف مين؟ البريشر والدنسيتي. اذا بسبب اختلاف البريشر والدنسيتي جت حاجه اسمها اوشن كارنت، وهي دي الحركه المائيه او حركه الميه اللي موجوده في المحيطات البحار. خلاص؟ يبقى ايه سبب الاوشن كارنت؟ بسبب اختلاف الدنسيتي ما بين منطقه لمنطقه، وطبعا ده جاء نتيجه اختلاف درجه الحراره واختلاف البريشر واختلاف السلينيتي. يبقى احنا عرفنا نتيجه كل ده بقى عندي حاجه اسمها الاوشن كارنت. طب سؤال، هو الاوشن كارنت دي حاجه مهمه؟ ها؟ يا ترى ايه فائده الاوشن كارنت؟ ايه فائده الحركه حركه الميه اللي موجوده في المحيطات؟ الحراره نفسها والصوت نفسه. طيب سؤال هسالك، او اول حاجه هسالها لك، يا ترى الاوشن كارنت ممكن تنقل ملح من مكان لمكان؟ اه. طب ممكن تنقل حراره من مكان لمكان؟ يعني مثلا في المحيط، مثلا المحيطات اللي موجوده على خط الاستواء، خلاص بتبقى درجه الحراره فيها، الميه نفسها درجه الحراره فيها اعلى، اعلى من مين؟ من اللي موجوده في التو بولز. خلاص. طب المناطق اللي عند التو بولز تبقى بارده، المناطق اللي عند خط الاستواء تبقى حر. فكده بقى عندي اختلاف ها في الدنسيتي. فايه اللي هيحصل زي ما هنشوف هنا؟ هيبدا الاوشن كارنت تتحرك من الاماكن الكولد، بص كده، تنزل للمناطق الهوت، والمناطق الهوت تروح المناطق الكولد. فكده انا بنقل مين عبر العالم كله، عبر المحيطات بنقل الهيت بس والصوت. خلاص. من المناطق اللي فيها الدنسيتي اعلى، يعني الصوت اعلى، هتروح للمناطق اللي فيها الصوت اقل والدنسيتي اقل. يبقى انا كده بنقل الهيت، بنقل الصوت بس. لا، طب في المحيط نفسه، مش احنا عندنا تحت مثلا في المحيط بيبقى عندي نباتات مائيه، عندي مثلا حاجه زي الالجي، الطحالب والحاجات دي، تبدا تعمل الفوتوسينثيسيس بروسيس، صح؟ طب هي بتعملها مثلا في القاع، ازاي النيوترونز والحاجات دي توصل للسمك اللي فوق؟ يا ترى السمك ده ممكن يعمل دايفنج تحت؟ لا، هو قدرته وجسمه همي ان هو يفضل عايش فوق. طب ازاي النيوترونز دي سبحان الله من رحمه ربنا تبدا تطلع له وهو مكانه فوق؟ نتيجه الاوشن كارنت. فكمان بسبب الاوشن كارنت كان ترانسبورت نيوترونز. النيوترونز منين لفين؟ from the depth in the ocean to the surface. يبقى ايه اهميه الاوشن كارنت؟ اول حاجه بتنقلك مين؟ ها؟
بتنقل الهيت والسولت خلاص all over the ocean the ocean water على مدار المحيطات كلها. بتنقل مين كمان؟ النيوترونز. من اللي فين؟ من الديب اوشن تو ذا سيرفيس اوف ذا اوشن. بس لا، بتنقل كمان الميه العذبه على طبعا في رحله لجميع انحاء العالم. طيب تعالى كده اقفش، تعالى كده نشوف المنظر ده، او تعالى كده نشوف الكرنتس دي الاوشن كرنت اهي. بص كده هتلاقي اهو، ها ده السهم اللي طالع بالاحمر ده اللي درجه حرارته عاليه، ده الازرق اللي درجه حرارته كولد، ده كولد ووتر جاي لك من التو بولز، والاحمر ده هوت ووتر جاي من التروبيكال اريا اللي هي المناطق الاستوائيه. طب ايه اللي هيبدا يحصل؟ ان الووتر هيروح من اللي فين؟ ها من الكولد اريا، من الكولد اريا ها للهوت اريا، والعكس من الهوت اريا هي هتبدا تطلع فوق. بص كده الحركه الدايمه ما بين المحيطات. طيب هنا نفس الكلام، من التو بولز او من الـ من الـ من الـ من القطب الجنوبي هتبدا تطلع فوق الكولد ووتر، والهوت ووتر هتبدا تنزل تحت. بص كده اذا في حركه دايمه ما بين مين؟ ما بين المحيطات كلها. خلاص في مشكله في الكلام ده؟ طيب دي كمان الصوره اللي موجوده عندك في الكتاب، يمكن برضو انا اسفه، دي اللي موجوده عندك في الكتاب، الصوره دي اللي موجوده عندك في الكتاب. خلاص دي صوره برضو ثانيه توضيحيه انا جايبها لك. بص كده تاني اهو، ده الكولد ووتر ها رايح فين؟ طالع للتروبيكال اريا. مين اللي هيربلسه؟ الهوت اريا، الهوت ووتر هيربلسه مين في تحت؟ وهكذا. بص كده حركه الهوت ووتر اهو طالع للبولز، والبولز هتبدا تنزل تحت، فكده في حركه دايما في جميع انحاء المحيطات اللي موجوده عبر العالم. اهي بص كده الحركه بتاعت الووتر كارنت او الاوشن كارنت، الميه الدافئه نازله تحت والميه البارده طالعه وهكذا. تمام؟ كل ده بسبب مين؟ اختلاف الدنسيتي من مكان لمكان، واختلاف الدنسيتي جت نتيجه ثلاث حاجات، ايه وايه وايه؟ اختلاف البريشر، اختلاف التمبريتشرز، واختلاف السالينيتي. تمام، في مشكله يا جماعه في الجزء ده؟ ها؟ اتفهم؟ خلاص؟ ماشي. تعالوا كده نتكلم عن ووتر دنسيتي ان ذا بولر ريجن، ونفس بنفس المنطق. احنا اتفقنا ان الدنسيتي اوف ذا ووتر تشينج اكوردنج تو ذا تمبريتشر، لسه قايلينها دلوقتي. بصفة عامة قلنا الليكويد، بص كده بتتعدى هي للمرة الثالثة، بصفة عامة قلنا الليكويد عنده لما درجة الحرارة بتزيد ها الفوليوم هيزيد والدنسيتي هتقل، وده نفس الكلام للمية لما بتبقى بالظبط ات 4 ديجري سلسيوس، درجة الحرارة هتبدأ تقل، الفوليوم ها هيبدأ كونتراكت يبقى هيقل والدنسيتي هتزيد. لكن بيحصل اكسبشن للميه عند درجه حراره كام؟ less than 4 degrees celsius، قلنا اقل من درجه حراره اقل من 4 درجات سيليزيه ها التمبريتشر هتقل، الفوليوم هيزيد والدنسيتي هتقل، فهيبدا يتكون طبقه من الجليد على سطح الميه من فوق. تعالوا كده نشوف ده هيحصل ازاي. بصوا كده، مش انا عندي اول محيط اهو، خلاص دي ميه المحيط اهي، مين اللي درجة حرارته أقل بره؟ ها الأتموسفير، ودرجة الحرارة في المناطق القطبية بتوصل صفر، وكمان بتوصل أقل من الصفر. فأول لاير دايركت مواجهة على طول للأتموسفير من بره، اللاير بتاعت مين؟ بتاعت المحيط اللي بره أهي، اللاير دي. فاللاير دي هتبدأ تتجمد، خلاص؟ اتجمدت، هتفضل فين؟ عايمة على سطح المية لأن الدنسيتي بتاعتها أقل. طب سؤال، هنا درجة الحرارة اللي صفر دي تعرف توصل تحت؟ لان انا بقى عندي طبقه عازله، الطبقه العازله دي منعت ان درجه الحراره اللي موجوده فوق في الهواء اللي فوق توصل للطبقه اللي تحت. فهنا درجه الحراره اللي تحت التلج زي ما هي بتفضل على 4 درجه سيليزيه، وطبعا ده من رحمه ربنا بينا وبالكائنات اللي موجوده في التو بولز، انها درجه الحراره اللي تحت التلج بتفضل زي ما هي 4. طب لو حصل وكل التلج وكل المحيط ده اتلج، خلاص مش هيبقى في حياه اساسا في المحيطات كلها، السمك هيموت وكل الكائنات البحريه هتموت. فطبعا ده من رحمه ربنا بينا، عشان كده الخصائص بتاعه الميه هي خصائص فريده من نوعها. قلنا عند او اقل من 4 درجه سيليزيه اهو لما بتوصل للزيرو ها بيبدا الفوليوم بتاع الميه يزيد والدنسيتي تقل لغايه ما يوصل صفر، يكون لي طبقه من التلج. طبقه التلج دي هتعمل لي طبقه عازله يا عمر، هتعمل لي طبقه عازله تمنع الدرجه القليله دي انها توصل للكائنات البحريه اللي موجوده تحت، فهتفضل الطبقه دي زي ما هي تلج.
طب يا مس ليه التلج ده ما بيسيحش؟ ها يعني حتى لو درجة الحرارة زادت شوية ليه صعب إن هو يسيح؟ زي ما هنشوف دلوقتي هنعرف لو أنا عندي كوبايتين مية، خلاص؟ خلاص خدنا كل ده؟ لو أنا عندي كوبايتين مية، تمام؟ الكوباية الأولى فيها مية عذبة والكوباية الثانية فيها مية مالحة، وقمت جاية حاطة هنا تلجاية وهنا تلجاية، يا ترى كده في فكركم مين التلجاية اللي هتسيح أسرع؟ التلجاية اللي على المية العذبة ولا التلج اللي في المية المالحة؟ إيه رأيكم؟ العذبة. في ناس بتقول العذبة وفي ناس بتقول المالحة، إيه رأيك يا عمر؟ لو أنا جبت مية ومية ومية مالحة ومية عذبة وحطيت في الأولى الكوباية الأولى حتة تلج والتانية حتة تلج، مين اللي هيسيح أسرع؟ العذبة. أنتوا كلكم قلتوا صح على فكرة، هي المية العذبة فعلا، بس إيه السبب؟ قولي. تيجي بقى نقول وجهه النظر الثانيه. طيب مبدئيا هو فعلا انا لو حطيت التلجتين على ميه عذبه وميه مالحه هنا هنلاقي ان الميه العذبه سيحت التلج بسرعه. طب تيجوا نفهم ليه؟ طيب بصوا كده انا هشرح لكم من الرسمه دي، خلاص؟ الرسمه هتوضح كل الكلام. بصوا كده ببساطه، ها انا عندي التلج اهو، خلاص؟ لا لا ركز لو سمحتوا، انا عندي التلج هيبدا مجرد ما يلمس سطح الميه هيبدا يعمل منه ايه؟ يسيح منه جزء، التلج هيبدا يسيح منه جزء، خلاص؟ فبقى عندي تحت التلج ميه ساقعه ولا ميه دافيه؟ ميه ساقعه، خلاص؟ اللي نتجت من الجزء اللي ساح من التلج. طيب عندي كده ميه تلج في الكوبايه، سوري ميه ساقعه في الكوبايه، تلج فوق، ميه ساقعه نتجت من الجزء اللي ساح من التلج، وفي ميه دافيه اوريدي اللي انا حطاها اصلا داخل الكوبايه نفسها، خلاص؟ طيب مين الدنسيتي بتاعته اعلى؟ ميه ساقعه ولا ميه دافيه؟ مين اتقل؟ الميه الساقعه ولا الميه الدافيه؟ ها؟ الميه الساقعه خد بالك جزيئاتها او البارتكلز قريبه من بعض، لكن الميه السخنه جزيئاتها بعيده عن بعض، فمين اللي يبقى اتقل؟ الملزق ولا البعيد؟ الملزق، بيبقى قريب من بعض، الميه الساقعه، فالميه الساقعه الدنسيتي بتاعتها اكتر من الميه الدافيه، فهتبدا تنزل تحت، مين اللي هيبدا يطلع فوق؟ الميه الدافيه، تروح تلامس سطح مين؟ التلج، فتبدا تسيح منه جزء تاني، يبدا على طول الميه التلج الميه الساقعه اللي نتجت من التلج تبدا تنزل تحت، يطلع مكانها الميه الدافيه، تعالوا كده نعملها نرسمها تاني على البورد، اهي بصوا كده انا عندي اهي التلج، ها مجرد ما لمس سطح الميه نزل منه جزء منه ساقع عشان هو تقيل فنزل تحت اهو، مين اللي طلع مكانه عشان اخف؟ الميه الدافيه اللي انا اوريدي حطها اصلا في الكوبايه، فالميه الدافيه بدات تلمس سطح مين؟ التلج، فبدات تسيح منها جزء تاني وهكذا لغايه ما كل التلج يسيح. تعالوا كده نرسمها تاني اهي، ها انا عندي كوبايه، الكوبايه دي فيها حته تلج، هذا التلج، التلج ده مجرد ما بيبدا يسيح منه جزء اهو، مش الجزء ده هيبدا يسيح؟ خلاص؟ ده كده بالنسبة لي ها cold water. طب واللي تحت hot water، فالتلج أو المية الساقعة اللي نتجت من التلج هتبقى أتقل فهتبدأ تنزل تحت، مين اللي هيطلع مكانها؟ ها الوارم ووتر، تبدأ تلامس سطح مين؟ التلج فيبدأ تسيحه بسرعة. اتفهمت؟ خلاص؟ تاني ها تعالى كده نقرا الجزء ده عشان ما نتلخبطش ما بينه وما بين اللي جاي. قلنا اهو the water from melting is cold. طب ده كثافته اتقل هو more denser فهيبدا ينزل تحت، مين اللي هيربلسه؟ ال hot water it will sink، مين اللي هيربلسه؟ ال warm water يطلع فوق يلمس سطح التلج فالتلج على طول هيبدا يسيح. خلاص اتفقنا؟ تيجي نشوف نفس الفكره في ال hot water، ها يا ترى ايه اللي هيحصل بقى؟ سوري انا اسفه، في السولتي ووتر، تعالى كده نشوف ايه اللي حصل في السولتي ووتر. بصوا كده تعالى نرسمها الاول على البورد وبعد كده نشوفها في الصوره. انا عندي اهو سولتي ووتر، سولتي ووتر، قبل ما اكمل ها
هي salty water كثافتها كبيرة ولا قليلة؟ salty water ملح ومية، أتقل ولا أخف؟ أتقل من الفريش ووتر، اتفقنا؟ طيب حطيت من فوق أهو حتة تلجاية، ها؟ التلجاية بدأت تسيح، يعني كونت cold ولا hot؟ cold، فقامت مكونة لي هنا طبقة cold water. هسأل نفسي سؤال، cold water دي تعرف تنزل تحت؟ هبدا اقارن ما بين الكولد ووتر والسولتي ووتر، مين الاقل؟ السولتي ووتر، مين الاخف كده؟ الكولد ووتر، مين اللي هيفضل تحت؟ السولتي، مين اللي هيفضل فوق؟ الكولد، فكده مين اللي ملامس لسطح الثلجايه؟ الكولد، هي ساعه اصلا، فالثلجايه كده هتعرف تكتسب طاقه حراريه ولا هتفضل اقوى بفتره ممكنه ساعه ومش عارفه تسيح؟ لان مين اللي ملامس ليها؟ الكولد ووتر، فالكولد ووتر دي عملت لي لاير اهي فضلت ملامسه لسطح الثلج، فالثلجايه لسه مش عارفه تكتسب طاقه حراريه من دي، لان مين اللي عزلها؟ الكولد ووتر، لان الدنسيتي بتاعت الكولد ووتر اقل من الدنسيتي اوف سولتي ووتر. دي كولد سولتي ووتر؟ دي كولد، لا دي سولتي ووتر. مش دي كولد سولتي ووتر؟ لا 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 لا، الثلجايه عباره عن فريش ووتر، انا جايبه في الثلج، الثلج عادي، الثلج معمول من فريش ووتر. ازاي فريش؟ مين قالت ان هو فريش؟ ما هو برضه ما هي نفس الفكره، انا برضه ستيل حتى دي لا كولد ووتر ودي سولت ووتر هي دي الاكل، تمام؟ طيب عشان كده بيفضل التلج. طيب يبقى اذا هو نفس الفكره، عندي هنا تلج خلاص التلج بدا يسيح، عمل لي لاير من الكولد ووتر، وهنا مين الاتقل؟ السولتي ووتر، فالورم عند سولتي ووتر مش عارف يوصل للثلجايه، فالثلجايه مش هتسيح بسرعه زي الفريش ووتر. فالجزء ده فهم؟ خلاص؟ طيب يبقى تاني، ها that is happening actually in the ocean in fresh water resulted from، وكمان على فكره المناطق كمان اللي بيبقى فيها اللي بتبقى في التو بولز، خلاص؟ اي ميه ما بيبقى في ريفرز، والريفرز بتبقى فريش ووتر، تمام؟ خلاص؟ بتبدا طبعا بتتجمد على السطح من فوق، فبتبقى التلج في المناطق العازله بيبدا يسيح اسرع من التلج فين؟ في المناطق المالحه، خلاص؟ تمام، قلنا خلاص لان بيبقى عامل طبقه عازله، الكولد ووتر اللي بيجي من التلج بيعمل طبقه عازله، فالسولت ووتر بيبقى تحت، والكولد ووتر اللي ناتج من التلج بيفضل فوق، فكده التلج بيفضل ياخد وقت طويل جدا لغايه ما بيسيح. في مشكله يا جماعه في الكلام ده؟ طيب بصوا كده الصوره دي برضو موضحه اكتر، بص انا عندي هنا نوعين من الميه، هنا ووتر عادي وفي تلج فوق، وهنا ووتر وفي صوت، وهنا في تلج، بص كده هنا الفريش ووتر، بص التلج على طول ساح وبدا يختلط بالميه بقى حاجه واحده، لكن بص هنا مش عارفه واضحه عندكم ولا لا، هنا عندي اهو تلج، بص كده واخدين بالكم ان في لاير اهي لونها ازرق، هي دي الكولد ووتر، ومين اللي تحت؟ السولتي ووتر، ولا دي عارفه تنزل ولا دي عارفه تطلع لها، فهيفضل ستيل سام ايس، هنا التلج بياخد وقت اطول لغايه ما يسيح. خلاص؟ طيب. طيب احنا بقى براكتيكالي بنقيس الدنسيتي ازاي؟ ببساطه بجهاز اسمه هايدروميتر، يعني بدل ما نقعد نجيب الماس على الفوليوم، لا في جهاز دايركت بيقيس الكثافه بتاعت الليكويد. اسمه هايدروميتر، يبقى ده شكل الهايدروميتر اهو، خلاص الهايدروميتر ده used to measure the density of liquid، وكمان بيقيس حاجه اسمها relative density. ايه هي الrelative density دي؟ relative density دي ببساطه خالص هي نسبه او هي ناتج من كثافة الليكويد على كثافة الووتر، يعني مثلا أنا لو جيت قسمت الدنسيتي أوف ليكويد على الدنسيتي أوف ووتر هيديني حاجة اسمها ريلاتيف دنسيتي. طب هسألكم سؤال، الريلاتيف دنسيتي ليها ميجرنج يونت؟ لما أقول لك الدنسيتي أوف ليكويد على الدنسيتي أوف ووتر ليها ميجرنج يونت؟ طب الدنسيتي أوف ليكويد إيه الميجرنج يونت بتاعتها؟ مليتر جرام بير، ايه الميجرنج يونت بتاع الدنسيتي؟ جرام بير كيوبيك سنتيمتر، جرام بير كيوبيك سنتيمتر. طب والميجرنج يونت بتاع الموتر؟ برضه جرام بير كيوبيك سنتيمتر. ايه اللي هيحصل؟ ها هتشوفوا مع بعض،
يبقى الريلاتيف دنسيتي بيبقى ليها ميجرنج يونت؟ لا، لان هي عباره عن ناتج قسمه اثنين دنسيتي على بعض، دنسيتي اوف ووتر او دنسيتي اوف ليكويد على الدنسيتي اوف ووتر. بصفه عامه انا عمليا عشان اقيس، لو عايز اقيس الدنسيتي او الريلاتيف دنسيتي، بستخدم الجهاز ده اللي هو اسمه ايه؟ الهايدروميتر. طيب الهايدروميتر، تعالوا كده نتفرج على الفيديو ده. سيبك من الكلام المكتوب، هما طبعا فينا يعني بيعبروا عن الدنسيتي بطريقه ثانيه، بس احنا عندنا اسمها يا اما الدنسيتي يا اما الريلاتيف دنسيتي، كده مذكور عندنا في الكتاب. هنشوف بس الشكل بتاعه. ادي طبعا ده الهايدروميتر اهو، ودي الجار بتاعته. خلاص احنا بنستخدم زي حاجه كده زي السلندر، ودي اللي انا بحط فيها الليكويد اللي انا عايزه اقيس الدنسيتي بتاعته. وده شكل اهو، ده كده الشكل بتاع الهايدروميتر. خلاص طيب نوصف الهايدروميتر كده. لو احنا جينا، طب هو مبدئيا بس بيبدا يصب السائل اللي انا عايزه اقيس الدنسيتي بتاعته. مبدئيا وهو بيصبه بيصبه بالراحه خالص، عشان ما يتكونش هنا في الجرافيت السلندر دي فقاعات، فالفقاعات الهواء تاثر على الكثافه بتاعتي. فهو عشان يبدا يقيس الكثافه صح، فلازم يصب كده بالراحه عشان ما يتكونش هنا فقاعات من الهواء. وبعد كده كمان زي ما هنشوف دلوقتي هيبدا يقلب، عشان لو في اي فقاعات هتبدا تخرج. تمام. بعد كده ده السائل اللي انا عايزه اقيس الدنسيتي بتاعته، هيبدا يحط الهايدروميتر اهو. طيب الهايدروميتر زي ما انتم شايفين هو عباره عن حاجه ازاز اهي، طبعا اللي فوق دي طبعا بتبقى رفيعه، اللي تحت دي منطقه فيها اير، واللي تحت دي بتبقى مصمطه فيها ميتال، بس الميتال ده من الميتالز الثقيله، زي حاجه من الاثنين، يا اما بيبقى ليد يا اما بيبقى ميركوري. اشمعنى؟ لان الليد او الميركوري من الميتالز الثقيله. طيب فكرة الهايدروميتر أصلا مبنية على قانون اسمه قانون الطفو. إيه قانون الطفو ده؟ إن أنا لما بحط حاجة في ليكويد بيبدأ الكمية اللي بتزيد منها هي تقريبا نفس الوزن بتاعه. خلاص؟ يعني أنا لما بحط ده هنا، فالجزء اللي هيطلع فوق نفس الماس بتاعت الهايدروميتر اللي نزل. فهنا ببساطة الجزء دوت هيبدأ يزيد، فهيبدأ يقيس لك، طبعا هنا بيبقى فيه قراية في الجزء الرفيع خالص ده، فهيبدأ يقيس لك الدنسيتي بتاعت الليكويد. تعالوا كده نشوفها. بص كده هنا الليكويد الميتال اللي تحت دوت بيبقى عباره عن ايه؟ قلنا يا اما ميركوري يا اما ليد. طب ايه فايدتهم؟ لان ده بيفضل في السائل، فانا لو مش حاطه حاجه تقيله هنا هيبدا الهايدروميتر هيبدا يميل، لكن انا فايده الميتال اللي محطوط تحت ان هو يخليه في وضع افقي ثابت زي ما هنشوفه دلوقتي. اهو بص كده اهو، عدم ميلانه نتيجه وجود مين؟ نتيجه وجود الميتال اللي موجود تحت ده، هيبدا ينزله ويبدا يرفعه تاني. خلاص؟ طبعا هنا الكميه اللي زادت هنا هتبدا ترتفع، وطبعا هبدا اشوف القرايه بتاعتي. فده ببساطه جهاز اسمه الهايدروميتر، ها يوزد تو ميجر مين الدنسيتي اوف ذا ليكويد، او حاجه اسمها الريلاتيف دنسيتي. الجرادويشن بتاعه ينفع اجيب من 1.5 ل 2؟ لا طبعا، لان الدنسيتي بتاعت الووتر كام؟ 1. فده اصلا مش هيقري لي، مش هيقرا لي الدنسيتي بتاعت الووتر. فالهايدروميتر مثلا المناسب ان انا اقيس بيه الدنسيتي بتاعت الووتر من 1 ل 1.5، يعني الجرادويشن بتاعي يبقى من 1 ل 1.5. فاحنا كده شفنا شكل الهايدروميتر. تعالى كده نوصفه تاني. يبقى احنا اتفقنا عمليا انا بقيس الدنسيتي او الريلاتيف دنسيتي بجهاز اسمه الهايدروميتر. الهايدروميتر ده عباره عن، هو عباره عن سيل سكوبد جلاس ريزرفوير. الريزرفوير اللي هو بتبقى البتاع اللي تحت دي بيبقى فيها ميتال، الميتال دوت بيبقى عاده يا اما الليد يا اما من ميركوري. اشمعنى الاثنين دول بالذات؟ لان هي ميتالز ثقيله،
هتخلي هتحافظ على ثبات الهايدروميتر واقف عشان يقيس لك القرايه صح. وطبعا انا لما بيثبت ببدا اقيس القرايه فيرتيكالي، يعني ولا بقيسها من فوق ولا بقيسها من تحت عشان يديني القرايه بالظبط. في مشكله في الكلام ده؟ طيب مبدئيا هتلاقي عندك طبعا بعد كده متوصله من فوق بالانبوبه او اللي مكتوب عليها القرايه بتبقى ارفع شويه من اللي موجوده تحت. مش معنى اللي تحت اتخن شويه؟ ها؟ عشان ما تمرش، تمام؟ وعشان كمان فيها الميتال التقيل. طيب مبدئيا اقل lower graduation بيبين لي اعلى كثافه. ها؟ اقل قرايه دي بتعبر لي على اعلى كثافه. طيب الاب سوري الاسفل، القرايه اللي تحت دي بتعبر لي عن الهايست density. اللور جراديويشن معناها لو جه عندها القرايه معنى كده ان دي عندي اعلى density. طب الابر جراديويشن دي بتدل على لور density. الحته دي مهمه جدا. تاني قرايه الهايدروميتر، ها اللور جراديويشن دي بتعبر عن هايست density. طب الابر جراديويشن بتعبر عن الهايست density. سوري الابر بتعبر عن اللوست density. الاثنين عكس بعض، تعرفوا ان الاثنين عكس بعض. يبقى تاني اللور جراديويشن بتعبر عن هايست density. طب الابر جراديويشن بتعبر عن اللوست density. اتفهمت دي؟ خلاص؟ تمام. طبعا انا بستخدم الجهاز ده عشان اقيس بيه بقى الدنسيتي بتاعت الالكوهول، الدنسيتي بتاعت الميلك، الووتر، وبنستخدمه كمان عشان تقيس بيه الاحماض. انتوا عارفين طبعا كلكم عارفين بطاريه العربيه. بطاريه العربيه في فتره منها لازم توديها للميكانيكي عشان يقيس لك ايه؟ يقيس لك كثافه الحمض. خلاص؟ كثافه الحمض دي لو قلت عن 1.2 معنى كده ان البطاريه خلاص هتقف. فلازم يبدا يعيد شحنها تاني، بتوديها له يبدا يعيد شحنها تاني. هو بيكشف عليها بايه؟ بجهاز الهايدروميتر. يبقى جهاز الهايدروميتر مهم جدا، وحتى كمان في البطاريات بتاعت العربيات. خلاص كده؟ طيب ده كده بالنسبه لجهاز مين؟ الهايدروميتر. طيب ده كده الشكل بتاعه. تعالوا نتكلم على جزء تاني من الدرس، بيتكلم على الاكسجين والكربون دايوكسيد ان اكواتيك انفايرمنت. يا ترى الاكسجين والكربون دايوكسيد موجودين في الـ في الـ في, الـ في الهايدروسفير ولا لا؟ يعني دايبين في الميه ولا لا؟ طيب تعالى كده نشوف واحده واحده. مبدئيا الريفرز وطبعا البحار والامار كلها فيها نسبه كويسه من مين ومين؟ الكربون دايوكسيد، وموجوده كمان الاكسجين، وهنشوف في السلايد اللي بعده نسبه مين اكبر وليه. طيب مبدئيا متفقين ان احنا ان الاكسجين لازم للكائنات البحريه، وطبعا اللي بتتنفس اكسجين، وكمان الكربون دايوكسيد مهم جدا للكائنات البحريه اللي بتعمل الفوتوسينثيسيس بروسس. فما فيش اي مجال للغازين ان هم ما يبقوش موجودين في المحيطات والبحار. طيب يا ترى الاكسجين لما بيدوب في الميه بنسبه صغيره، خلاص اذا احنا عرفنا ان الاكسجين بيدوب في الميه بنسبه صغيره، وهنعرف ليه دلوقتي في السلايد اللي بعدها. طيب يا ترى ايه هو مصدر الاكسجين اللي بيوصل للميه من تحت؟ جاي منين الاكسجين ده؟ اول مصدر هو عباره عن الاتموسفير. ازاي؟ طبعا احنا كلنا عارفين ان الموجه بتكون جايه طبعا بتاخد جزء من الاتموسفير معاها وبتكون نازله تحت، فبيبقى اوريدي في الجزء الهواء دوت بيبقى فيه جزء من مين؟ من الاكسجين وكمان من الكربون دايوكسيد. اذا اول مصدر للاكسجين اللي موجود في المحيطات والبحار والانهار كمان هو عباره عن الاتموسفير. بس كده؟ لا، مش في كائنات كمان بتعمل الفوتوسينثيسيس بروسس، بتاخد الشمس في وجود الكربون دايوكسيد، ها، وبعد كده بتقوم عامله الفوتوسينثيسيس وبتطلع مين؟ بتطلع اكسجين. يبقى انا كمان ده المصدر بتاعي اللي هو حاجه اسمها البلانكتون والالجي والاكواتيك بلانت، كل دول بيقوموا يعملوا الفوتوسينثيسيس بروسس. طيب حد فاكر الفوتوسينثيسيس بروسس والايكويشن بتاعتها؟ عارفين ايه الايكويشن بتاعت الفوتوسينثيسيس بروسس؟ ها؟ النبات بياخد ايه؟ كربون دايوكسيد، وبياخد ايه كمان؟ ذا بريزنس اوف سان لايت، وبياخد ايه كمان؟ حد عارف؟ ها؟ الووتر H2O، ها؟ في وجود مين؟ السان لايت. بعد كده هيديني مين؟ الاكسجين. ومين الاكل بتاعه؟ المينرالز اللي هو عباره عن جلوكوز. ايه رمز الجلوكوز؟ C6H12O6 بلس O2. طبعا وزن المعادله هيبقى صعب علينا دلوقتي، فمبدئيا هم بيفهموا. ماشي، تعالوا نعرفهم. ها، هنا عندك كام كربون؟ 6. يبقى هروح هنا واحط كام؟ 6.
طب هنا عندي كم هيدروجين؟ 12 سوري، وهنا كم هيدروجين؟ 12. اذا هروح احط هنا كام؟ 6. في مشكله؟ طيب الحته اللي جايه دي فهمتها تمام، ما فهمتهاش مش مشكله مش عليك، بس انا هقول هنا كده في كم اكسجين؟ 2 في 6 12، وهنا كده في كم اكسجين؟ 6. يعني الكفه دي بقى فيها كم اكسجين؟ 18 صح؟ تمام لغايه كده؟ ها ال 18 دول ها في منهم 6 هم، كان عندي 18 شيل منهم 6 يبقى لك كام؟ 12. يبقى هنا 2 في كام يديك 12؟ 6. وده وزن المعادله، يبقى 6CO2 plus 6H2O يديني جلوكوز C6H12O6 plus 6O2. اذا ده مصدر الاكسجين اللي موجود، ده ثاني مصدر للاكسجين اللي موجود في البحار والمحيطات. خلاص؟ طيب يبقى احنا كده عرفنا ايه مصادر الاكسجين اللي موجوده. يبقى انا اول مصدر عندي ها من الاتموسفير نفسه، ثاني مصدر من الكائنات البحريه اللي بتعمل الفوتو سينثيسيس بروسس، وعرفنا ان الاكسجين من ناتج الفوتو سينثيسيس بروسس. طيب طبعا لما نسبه الاكسجين بيزيد يا ترى دي حاجه حلوه ولا وحشه للكائنات البحريه؟ ها لما نسبه الاكسجين يزيد ايه رايكم؟ طبعا حاجه حلوه. خلاص هنشوف دي دلوقتي فوائد ان نسبه الاكسجين تزيد في الـ تزيد في الميه العذبه او المالحه حتى. طيب يبقى in sea and ocean more oxygen dissolved in the water as a result of waves. كل ما نسبه الويف والتربولانسز بتبدا تزيد، اللي هي الموجه بتبدا تزيد وتعلى كمان، بتبدا تاخد اكبر نسبه للاكسجين اللي موجوده في الاتموسفير. فطبعا ده كمان هيبدا يحصل تبادل للغازات، يعني كمان لو في كربون ديوكسيد زياده يبدا يطلع، احنا محتاجين اكسجين في الكائنات البحريه، هتبدا تدوب الى حد ما في الميه وهكذا. فبصفه عامه البروسس دي بتبدا تزود نسبه الاكسجين اللي موجوده في الميه. طيب تعالوا كده مع بعض نعرف يا ترى لو انا عندي اكسجين وعندي كربون ديوكسيد، مين النسبه اللي فيهم بتدوب اكتر في الميه؟ قبل ما نعرف مين اكتر بيدوب في الميه، تعالى نعرف شويه معلومات بسيطه. مبدئيا نسبه الاكسجين ونسبه الكربون ديوكسيد موجوده في الهواء، حد فاكرهم؟ يعني البرسنتج اوف اكسجين مين فاكر بكام؟ نسبه الاكسجين في الهواء بكام؟ 80. لا 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 في الميه، انا بقول لك في الاتموسفير. هو الاتموسفير عباره عن ميكس من الجازز 21، يبقى نسبه الاكسجين اللي موجوده في الهواء عباره عن 21%. طيب حد فاكر نسبه الكربون ديوكسيد كانت كام؟ ايوه 0.0. ها كنا بناخدها زمان 3، بس احنا دلوقتي عشان الجلوبال وورمنج خلاص بقت 0.04، وكمان زادت على 0.04%. طيب هو هنا بيقول لي ان نسبه الاكسجين اعلى من نسبه الكربون دايوكسيد بحوالي 500 درجه او 500 مره. دي جابها ازاي دي؟ بصوا كده، لو انا جيت قسمت ال 21% على 0.04 هتلاقيها بالظبط 525. إذا نسبة الأكسجين فعلا أعلى من نسبة الكربون ديوكسيد بحوالي 500 مرة. يبقى دي أول معلومة حضرتك لازم تعرفها. يبقى نسبة الكربون ديوكسيد أقل من نسبة الأكسجين ب 500 مرة. أو الأكسجين نسبته في الهواء أعلى من نسبة الكربون ديوكسيد ب 500 مرة. يبقى دي أول معلومة لازم نعرفها. طيب الأكسجين less soluble than water. سوري in water. يعني لو جبت كربون ديوكسيد وجبت أكسجين، مين اللي يدوب أكتر؟ الكربون ديوكسيد. ذوبان الكربون ديوكسيد اعلى من ذوبان الاكسجين بكم مره؟ ب 50 مره. طيب لو انا جبت اكسجين وكربون ديوكسيد الاثنين حطيتهم في ميه مالحه وميه عذبه، مين اكتر ذوبان؟ الميه المالحه تذوب اكتر ولا الميه العذبه؟ العذبه. اشمعنى؟ ها فاكره السبب اللي انت قلتيه شويه؟ لان الميه المالحه مرتبطه بمين؟ باملاح، هي اوريدي مذوبه املاح، فهي ما عندهاش مكان كفايه تدوب كربون ديوكسيد واكسجين تاني. لكن الميه العذبه ما فيهاش املاح كتير دايبه زي الميه المالحه، فعندها قدره ان هي تدوب كربون ديوكسيد اكتر واكسجين اكتر. يبقى تاني المعلومات الاساسيه بتاعتي، ها الكونسنتريشن اوف اكسجين اعلى من الكربون ديوكسيد بكم مره؟ 500 مره. مين بيدوب اكتر في الميه؟ الكربون ديوكسيد بصفه عامه. طيب مين بيدوب في الميه المالحه ولا الميه العذبه اكتر؟ لا الميه العذبه اهي. يبقى solubility of both gases in salt water is about اقل من الفريش ووتر بحوالي من 20 ل 50%.
اذا الميه العذبه اعلى من 20 ل 50%. خلاص في مشكله في الكلام ده؟ طيب تعالوا كده نتكلم على يا ترى effect of temperature on the solubility of gases. بصفه عامه انا جيت زودت درجه الحراره للكربون دايوكسيد، هشوف يا ترى درجه السوليبيليتي بتاعته هيحصل لها ايه، والاكسجين هنشوف درجه السوليبيليتي بتاعته هيحصل لها ايه. مبدئيا ده قانون كان قانون اسمه هنري رعايه، يعني قال بصفه عامه انا كل ما درجه الحراره بتزيد يا ترى ايه اللي هيحصل لذوبان الغازات؟ ها درجه الحراره تزيد ايه اللي هيحصل لذوبان الغازات؟ الغازات تدوب اكتر ولا تدوب اقل؟ ها ها اقل اهي، يلا اقل وخلاص، يلا توكل على الله وانجزي. طيب تعالوا نفكر مع بعض، هي لما درجه الحراره بتزيد الغازات حركتها بتزيد ولا بتقل؟ ها بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد. يبقى اذا بزياده درجه الحراره الكاينيتيك انرجي بتاعت المولكيولز او بتاعت الغازات بتزيد. طب لما الغازات تتحرك بسرعه يبقى عندها قدره انها تدوب اسرع ولا تطير بسرعه؟ تطير بسرعه. يبقى تاني هتبدا تهرب من البولد اللي الميه ربطها بيها. يبقى تاني لما درجه الحراره بتزيد ده قانون عام، by increasing the temperature the solubility of the gases increase ولا decrease؟ decrease. فهمنا ايه السبب؟ ان انا لما بزود درجه الحراره الطاقه الحركيه او الكاينيتيك انرجي بتاعت الغازات بتبدا تزيد، فالحركه بتاعتهم تزيد فيبداوا يهربوا من مين؟ من السوليوبيليتي او من الذوبان بتاعهم في الميه. طيب انا كان عندي اكسجين دايب وكربون دايوكسيد دايب، جيت سخنت الاثنين، مين اللي كان دايب اكتر؟ الكربون دايوكسيد. طب مين اللي هيهرب اكتر؟ ها ايه رايكم؟ مين اللي مرتبط بالميه؟ الكربون دايوكسيد. ما هو الكربون دايوكسيد اللي دايب اسرع صح؟ اللي دايب اكتر سوري. طب انا جيت زودت درجه الحراره، الحراره هتاثر على مين اكتر؟ الكربون دايوكسيد ولا الاكسجين اللي اصلا ما كانش مرتبط كويس؟ مين؟ الكربون دايوكسيد. ما بالظبط نتيجه الحركه الزياده بتاعته هيبدا يهرب من الرابطه اللي كانت ما بينه وما بين الميه. فاذا لما بزود درجه الحراره بصفه عامه يا احمد، ها اول حاجه عندي كميه الذوبان بتاع الغازات سواء الاكسجين او الكربون دايوكسيد بتقل، بس مين بيقل اكتر؟ الكربون دايوكسيد. تعالى كده نعيد الكلام ده تاني، يبقى the solubility of gases in water decrease by increasing temperature. طيب يبقى by increasing temperature نسبة الكربون دايوكسيد الديزولفد بتقل أكتر من الأكسجين. اتفهم الجزء ده؟ يبقى تاني نسبة الأكسجين أعلى من نسبة الكربون دايوكسيد بحوالي كم مرة؟ 500 مرة، أو كمية الأكسجين يعني أو تركيز الأكسجين اعلى من تركيز الكربون دايوكسيد في الهواء 500 مره. قلنا ان الاكسجين ها السوليوبيليتي بتاعته اعلى ولا اقل من الكربون دايوكسيد؟ اقل من الكربون دايوكسيد بحوالي كم مره؟ 50 مره. طب الاثنين لما ادوبهم في الميه المالحه والميه العذبه بيدوبوا فين اكتر؟ الميه العذبه. طيب ايه تاثير الحراره على ذوبان الجاز بصفه عامه؟ by increasing the temperature the kinetic energy increase also the solubility decrease. طب مين اللي بيهرب اسرع بقى، الكربون دايوكسيد ولا الاكسجين؟ الكربون دايوكسيد. اذا نثبت المعلومه، الكربون دايوكسيد بيدوب اسرع وبيهرب اسرع. خلاص اتفقنا؟ طيب تعالى كده نشوف الجراف ده اهو، بصوا كده بصفه عامه، ها دي كده عند درجات الحرارة القليلة لما بزود درجة الحرارة اهو، هنا مثلا عند 0 ديجري سلسيوس 20 10 20 30 40 وهكذا. كان مين اكتر؟ مين اللي دايب اكتر؟ الكربون دايوكسيد اهو. بس انا كل ما بزود الحرارة مين اللي الذوبان بتاعه هيقل؟ برضه الكربون دايوكسيد. اذا هو كان بيدوب اسرع وهيجري اسرع لما درجة الحرارة تزيد. فهمنا الجراف ده؟ ها مفهوم؟ خلاص؟ طب سؤال، هي ليه inverse relation؟ ما انا لما بزود درجة الحرارة solubility بتقل، إذا هما في الحالتين inverse relation سواء في الأكسجين أو في الكربون دايوكسيد. تمام؟ طيب يبقى from the figure هنلاحظ إن الكربون دايوكسيد is more soluble بس by increasing temperature هيبقى less soluble than the oxygen. طيب في مشكلة يا جماعة في الجزء ده؟ اللي جاي كله سهل على فكره، والله اللي جاي سهل. هنخلص الدرس، هنخلص الدرس. ما
مبدئيا كده اللي جاي كله كلام عبيط خالص. افكت effect of increasing the percentage of dissolved oxygen. طيب احنا اتفقنا من شويه ان ذوبان الاكسجين كل ما بيزيد ده بيأثر على الكائنات البحريه بطريقه ايجابيه. طب بيأثر ازاي؟ اول حاجه number one enhanced respiration. يعني ايه؟ بيزود بالظبط، بيعزز التنفس للكائنات البحريه. طب ده هيعمل لك ايه؟ لما الاكواتيك ماتيريال او سوري الاكواتيك اورجانيزم هي اساسا بتعتمد على نسبه الاكسجين اللي دايب في الميه. طب ده هيزود نسبه الاكسجين اللي بتدخل جسمهم، فده هيحسن البريثنج. طب لما يحسن البريثنج هو اصلا يعني ايه بريثنج؟ او يعني ايه اصلا ريسبيريشن؟ تنفس. يعني ايه تنفس؟ يدخل مين؟ اكسجين. الاكسجين ده بعد كده بيروح يعمل ايه؟ ها؟ يتحد مع مين؟ في السيلز مع الجلوكوز، وبعدين يتحرقوا مع بعض يدي لك كربون دايوكسيد ووتر فيبر وانرجي. طب انا كل ما ازود الريسبيريشن كل ما نسبه الانرجي بتزيد. طيب مبدئيا فده هيحسن اي عمليه كيميائيه بتحصل في جسم الانسان زي الرياكشن ما بين الجلوكوز والاكسجين اللي هي اسمها امبروف ميتابوليزم. يعني ايه كلمه ميتابوليزم؟ الميتابوليزم هي اي عمليه كيميائيه بتحصل جوه جسم الكائن الحي. التعريف مش علينا بس انا بس قلت لكم يعني عشان تعرفوا يعني ايه كلمه ميتابوليزم. يعني مثلا ان انت لما بتاكل التفاحه وتبدا تهضمها الدايجستشن ده كيميكال رياكشن فدي اسمها ميتابوليزم. الدايجستشن بعد كده هيبدا يحوله لي طاقه فده برضه اسمه ميتابوليزم. يبقى تاني ايه اللي هيحصل لما نسبه الاكسجين بتزيد؟ ها تعزيز الريسبيريشن، بزود كميه الكائنات الحيه بتعرف تعمل عمليه ريسبيريشن تمام. فده بيزود مين؟ الميتابوليزم. طب ده يديلك طاقه اكتر، ها؟ يديلي كميه طاقه اكتر، صح؟ طب الطاقه الاكتر increasing activity، فالكائنات البحريه هتبدا تتحرك اسرع. طب دي حاجه حلوه للسمك ولا حاجه وحشه؟ طب هسالكوا سؤال، لما تاكل سمك من سمك المزارع خلاص اللي الصيادين بيربوه في المزارع وسمك جاي من ميه النيل او ميه البحر، مين اللي الدوره الدمويه اللي في جسمه افضل واللي هتلاقيه لحمه افضل؟ السمك اللي اوريدي في المزارع اللي ما بيتحركش. هو ليه ما بيتحركش؟ لانه هو اصلا عارف ان هو مش هيتاكل فهو قاعد مكانه. لكن السمك اللي في النيل او السمك او مثلا السمك اللي في البحار، السمك ده عمال يجري عشان عارف ان هو لو وقف هيتاكل، فحركته الطاقه الحركيه بتاعته اعلى، فده بيخلي الدوره الدمويه اللي في جسمه تمشي افضل، فيخلي اللحم بتاعه افضل تمام وصحي اكتر. فاذا نتيجه زياده الاكسجين ها الريسبيريشن هيبقى افضل، اي عمليه كيميائيه داخل الكائن الحي هتبقى افضل، فده هيزود لي increasing the activity. فطبعا الاكتيفيتي هيخلوهم الحركه بتاعتها swimming افضل، البريثنج افضل ان هو كمان يعرف يصطاد الفريسه بتاعته. طيب كل ده كمان هيعمل لي maintaining balance الايكو سيستم. ازاي؟ تعال نعكس، مفيش respiration الكائنات هتبقى ها في جزء من النبات او سوري في جزء من الكائنات ما عندوش طاقه ان هو يروح يصطاد فممكن يموت. طب الكائنات اللي بتتغذى عليها هتموت. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت ها imbalance للايكو سيستم. فطبعا كائنات كويسه او بتتغذى كويس هيجي الكائن الاكبر منها او السمك الاكبر منها هياكلها، الاكبر شويه هياكلها، فده بيعمل توازن بيئي. فالنمبر 4 maintain balance of the ecosystem بسبب ان خلاص انا عملت استقرار للكائنات البحريه اللي موجوده كلها بتتغذى كويس، فده هيعمل maintaining للايكوسيستم balance او هيخلي الايكوسيستم balanced. يبقى احنا عرفنا ايه اللي هيحصل لما زود او نسبه الاكسجين هتزيد في البحار او المحيطات. طيب نتكلم شويه عن الكربون دايوكسيد. ها يا ترى ايه مصدر الكربون دايوكسيد؟ ايه هو المين سورس اوف كربون دايوكسيد؟ اول حاجه برضه الاتموسفير، يبقى الاتموسفير كونسيدر ذا مين سورس اوف كربون دايوكسيد. تمام؟ بس كده؟ ها طب فكروني كده ناتج الريسبيريشن ايه؟ كربون دايوكسيد. يبقى اي كائن بيتنفس في البحار بينتج عنه كربون دايوكسيد. بس كده؟ لا، الكائنات لما بتموت بينتج من تحللها برضه كربون دايوكسيد. اذا ايه مصادر الكربون دايوكسيد اللي موجود في الاكواتيك
environment. يبقى أول حاجة مين؟ ها الأتموسفير ده المين سورس للكربون دايوكسيد. كمان بيحصل طبعا اكستشينج ما بين الهواء اللي بره عن طريق الموجة، فيبدأ الكربون دايوكسيد يدوب في المحيطات، يبقى ده المين سورس. طب المارين كمان أورجانيزم بتعمل ميتابوليزم اللي هو الريسبيريشن، فبتطلع لي الكربون دايوكسيد. خلاص؟ طيب كمان الإنسان أو بصفة عامة أي بوليوشن بينزل كمان، وأي كائن حي بيموت في المحيطات أو البحار بينتج من التحلل بتاعه الكربون دايوكسيد. خلاص؟ طيب يا ترى إيه اللي هيحصل لو نسبة الكربون دايوكسيد زادت في الهواء؟ وعلى فكرة ده اللي بيحصل الأيام دي. مبدئياً إحنا اتفقنا إن الكربون دايوكسيد easily dissolve in water، فأصلاً الموجة لما بتبدأ تيجي في العالية بتقوم واخدة نسبة كبيرة جداً ومدوبة نسبة كبيرة جداً من الكربون دايوكسيد. فكروني كده، الكربون دايوكسيد ده أسيديك أوكسيد ولا بيزك أوكسيد؟ CO2 ها لما يبدأ يرتبط بالمية H2O بيدي لك إيه؟ ربنا الحصة اللي فاتت بالظبط H2 CO3 ده كان اسمه إيه ده؟ كربونيك أسيد. ده أسيد، يعني الـ pH بتاعتي تقل ولا تزيد لما الكربون دايوكسيد يرتبط بالمية؟ تقل، يعني هيبقى إيه؟ أسيد. إذا زيادة نسبة الكربون دايوكسيد في المية تعمل acidification، يعني تخلي المية بدل ما هي فاكرين المية المالحة كانت الـ pH بتاعتها من كام لكام؟ من 7.5 to 8.4. طب أنا لما أزود نسبة الكربون دايوكسيد الـ pH بتاعتي هتقل. طب يا ترى ده هيأثر على الكائنات البحرية ولا مش هيأثر؟ طبعا هيأثر. يبقى أول حاجة acidification، يعني نسبة الكربون دايوكسيد لما بتزيد فإذا الديزولفنج أصلا بتاع الكربون دايوكسيد عالي يا يوسف، فنسبة الكربون دايوكسيد لما تزيد هتعمل لي أو هتخلي لي المية بتتحول من إلى حد ما نيوترال، هتبدأ تقل تبقى أسيد. خلاص؟ فهينكريزن الكربون دايوكسيد فهيبدأ الـ pH بتاعتي تقل. طب ده يعمل إيه؟ يأثر على معظم الأكواتيك ماتيريال خاصة الكائنات الصغيرة اللي لسه في المراحل الجديدة اللي هي في منطقة اللي هي في مرحلة البيض واللارفا. خلاص؟ فاللي هو إيه؟ بداية يعني التبويض، يعني السمك يحط البيض بتاعه وبعد كده يتحول للارفا وهكذا. فالحاجات دي بتموت لأن بتتأثر بالحموضة فهتموت. يبقى أنا كده هبدأ أعمل imbalancing ها للإيكو سيستم. طيب نمبر 2 poor breathing، مش انا بزود كربون دايوكسيد يبقى بقلل مين؟ بقلل اكسجين. ما انت بتزود كربون دايوكسيد فنسبه الاكسجين هتقل، يبقى انا هقلل نسبه البريثنج. ها بالظبط، لما اقلل نسبه البريثنج يبقى انا عكست كل اللي انا قلته دلوقتي، ويبقى بالظبط يبقى الريسبيريشن هيقل، يبقى البيتابوليزم هتقل، يبقى انا اثرت على مين؟ على الايكو سيستم، عملت ديكريزنج للاكتيفيتي بتاع الاكواتيك مارين. خلاص؟ طيب يبقى كل ده هيأثر على مين؟ على الأكواتيك أورجانيزم. طيب رقم ثلاثة بقى reducing calcification. calcification جاية من عنصر الكالسيوم. طيب هو عنصر الكالسيوم دوت بيبقى موجود في المية في صورة ايه؟ في صورة مادة أو ملح اسمه كالسيوم كربونات. على فكرة كلكم عارفين الكالسيوم كربونات ده، عارفين اللايم ووتر لما بتنفخوا فيه الكربون دايوكسيد ها بيتحول لملكي، هو ده الماده الملكي اللي بتتكون، هو الكالسيوم كربونات. الماده الملكي دي بتدوب في الميه ولا ما بتدوبش؟ ها بتدوب ولا ما بتدوبش؟ ما بتدوبش، عشان كده انت شفتها باللون الابيض، هي راس ابيض ما بتدوبش في الميه. طب دي مهمه، دي مهمه جدا، هي بتوجد بتبقى موجوده في الميه او المحيطات والبحار، بتبقى موجوده بصوره غير دايبه. طب ايه اهميتها؟ الاهميه بتاعتها ان في كائنات زي الكورال ريفز المولاسكس وبعض انواع من البلانكتون. ايه الكائنات دي؟ الكورال ريفز اهي بتاخد الكالسيوم كربونات وتبدا ترصبها على جسمها عشان تعمل الحته الخشنه القويه اللي موجوده في الكورال ريفز، زي المولاسكس اللي هي الحلزون والحاجات دي. شايفين طبعا الاوتر لاير بتاعتها ضوء اللاير صلبه، اللاير دي معموله من مين؟ اساسي كالسيوم كربونات. خلاص؟ طب الكالسيوم كربونات بتجيبه منين؟ منين؟ هو موجود اوريدي في صوره غير دايبه في البحار والمحيطات. ف
تمام؟ فبتبدا تاخده ترصبه على جسمها فبيعمل لك الشكل الهيكل الصلب بتاعها. زي كمان حاجه اسمها البلانكتون، البلانكتون دي كائنات مايكرو اورجانيزم يعني بتتشاف تحت الميكروسكوب، فبتبقى برده موجوده في البحار والمحيطات بيتغذى عليها كائنات اكبر منها. اذا ايه اهميه الكالسيوم كربونات؟ ها هو الماده الخام اللي كل الكائنات دي بتبدا تبني الهيكل بتاعها. طيب ايه تاثير الكربون دايوكسيد يعني على الكالسيوم كربونات؟ بصوا كده، الكالسيوم كربونات لما بيبدا يلاقي الكربون دايوكسيد زياده ويقوم مجمع لك طبعا في وجود في وجود الموتر H2O بيعمل لي ملح بيدوب في الميه اللي هو اسمه كالسيوم بيكربونات، وكل املاح البيكربونات بتدوب في الميه فده بيدوب. طب الكائنات دي هتيجي تدور على الكالسيوم كربونات هتلاقيه؟ لا مش هتلاقيه. فاذا الصدفه هتلاقيها هشه، سهل انها تموت، البلانكتون مش هيبقى موجود، الكورال ريفز اصلا مش هتبدا تبقى موجوده، فهيكون ده هياثر تاني على الايكو سيستم وده هيعمل امبالانسنج للايكو سيستم. يبقى تاني ايه الاثار الجانبيه لما نسبه الكربون دايوكسيد بتزيد؟ اسيدفيكيشن، يعني نسبه الاسيدز بتزيد، فده هيموت لي الكائنات الصغيره زي الاج واللارفا. طب تاني حاجه بور بريثنج، وده طبعا هينتج عنه حاجات كتير زي ما قلناها. تالت حاجه ريديوس كالسيفيكيشن اللي هو ترسب الكالسيوم كربونيت على البادي او الحاجات اللي اسمها ايه؟ على جسم يعني على جسم الصدف او على الاجسام الخارجيه بتاعت الكائنات دي. فطبعا مع الوقت الجسم ده هيبقى هارد ولا سوفت؟ هيبقى سوفت، وده هياثر عليهم وطبعا ده هيعمل لي امبالانسنج للايكو سيستم. تمام؟ طيب اخر حته في الدرس، اخر حته في الدرس، ها effect of decreasing carbon dioxide. طب انا لو قللت، والله العظيم اخر صفحه، ها لو انا قللت الكربون دايوكسيد بقى في الايه في الـ في الـ في الاوشن، طب دي حاجه حلوه ولا برضه حاجه هتضر الكائنات الحيه؟ برضه هتضر الكائنات الحيه. يعني انا عندي زياده الكربون دايوكسيد ضار، قله الكربون دايوكسيد ضار. طيب ايه اللي هيحصل لو انا قللت نسبه الكربون دايوكسيد؟ اول حاجه decreasing الفوتوسينثيسيس، مش اساس ان النباتات بتاخد الكربون دايوكسيد عشان تعمل الفوتوسينثيسيس، الفوتوسينثيسيس هيقل، اذا النباتات هتموت، ما فيش اكل كافي، الكائنات الحيه الصغيره اللي بتتغذى على النبات برضه هتبدا تقل، يبقى انا عملت امبالانسنج للايكو سيستم. طيب نمبر 2 امباكت اوف ذا فود تشين، ما انا موتت الكائن او قللت من انتاج الكائن الاساسي اللي هو البروديوسر، فاذا الكائنات اللي بتتغذى عليه هتتاثر واللي بتتغذى عليها هتتاثر، يبقى انا عملت مشكله في الفود تشين. تمام؟ طيب نيجي نمبر 3 امبالانس ان بي اتش، ما هو انا بقلل نسبه الكربون دايوكسيد يعني بزود البي اتش. بصفه عامه البحار والمحيطات لازم البي اتش بتاعتها تبقى ثابته، قللت زودت هيأثر على الكائنات البحريه اللي موجوده. نحافظ على البيئه النظيفه شعار الانتجريتد ساينس. يلا ان شاء الله نشوفكم المره الجايه في